الفترة الأخيرة شوية من المجتمع الثقافي والفني؟ أنا انسحبت تماما من الكلية لأنها في النهاية ما فيهاش حاجة تتواءم مع رغباتي وأحلامي وكده. من زمنك يعني؟ ما تفهمش، انسى من الزمن المفروض، يعني انت المفروض يبقى شكل الزمن لونه بشكل فلاني، ما هواش. اذا بالتالي كل حاجة بتضيع منك، فانت ما تلاقي انه ما انتش شايف حاجة بتمتعك او تحفزك تشبعك او أو تحفزك. تحفزك. ايوه، فطبعا ده في الحالة دي انت لازم تنسحب، لان ده مش زمنك. يعني السن بقى وظروف بقى، برغم اني برسم لحد دلوقتي يعني أنا مش عارف زي أنت زمان. بترسم، برسم طبعا، بس مش بنفس الوتيرة، لا مش نفس مش بنفس الوتيرة، الحافز. لا لا لا، تاني دي كانت بفيض كبير جدا، دلوقتي يعني حين ميسر. هل الانسحاب ده فيه مرارة شوية؟ أنت لا مرور لا لا، ولا أنت راضي؟ انا ساتسفايد، يعني انا راضي ها؟ راضي تماما، وما عنديش اي حاجه ضد حد او ضد الظروف او ضد اي حاجه. انا انسحبت وخلاص، لان حبيت انفصل عن الواقع اللي انا عايشه. طب ليه؟ ده الواقع محتاجك، محتاج رؤيتك، محتاج لما يحتاجنا فكرتك. تحت امره، انما انا يعني اكتفيت باللي انا عملته. لما انا دلوقتي يعني بأنس لنفسي عشان أتعلم زيادة، أعرف اللي ما عرفتوش، لأنك طول ما أنت قاعد تعرف تلاقي نفسك ما أنتش عارف، ايوه، فدي حتى إنك تجري ورا الجزرة دي اللي مش هتلحقها أبدا. فيعني أنا بستمتع بحياتي نفسها. هو سيادتك، عيد ميلادك انا حسب ما شفت على السوشيال ميديا ست، يعني 86 سنة، ده صحيح؟ لا لا بقى، هي في الثمانينات بس، أقل 4 سنين شمال يعني. هي مفارقة؟ هبقى أقولها لك بقى. مش بره التسجيل يعني. من المفارقات برضو المهمة